إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بنعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نلتقي مره اخرى في دراسه اللغه العربيه سهله ونحن نستعمل كتاب كتاب الخامس نحن نستعمل كتب اللغه العربيه سهله ونحن الان في الكتاب الخامس من سلسله كتب اللغه العربيه سهله فالحمد لله كي نحن نلتقي في الكتاب الخامس ولعلكم تراجعون الدروس كما قلت لكم Uh, هذا الفصل أنا أتكلم باللغة العربية معناه أنا أدرس أنا أدرسكم باللغة العربية ليس بالماليزية يعني هناك فصلان الفصل الأول أنا أدرس باللغة الماليزية وباللغة العربية معنى هناك ترجمة لكن هذا الفصل أنا أدرسكم فقط باللغة العربية فليس هناك ترجمة بمعنى الذي يريد أن يتعلموا باللغة العربية فهذا هو الفصل فيمكنكم أن تستمعون إلى هذا الفصل وأهم شيء كما قلت لكم يجب عليكم أن تتبعوا شرطين الأول استماع استماع إلى الفصل معناه أنتم تراجعون فصول لأننا قد أو لأنني قد درستكم من الكتاب الأول نحن الآن في الكتاب الخامس فأنا أكملتم الكتاب الأول أو دراسة في الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع فلعلكم أنا أتمنى أن الطلاب نعم كلكم أنتم تراجعون الدروس من الكتاب الأول إلى الكتاب الرابع فالثاني يجب عليكم أن تكتبوا كل التمارين التي في هذه الكتب معناه الآن نحن في الكتاب الخامس فأنتم قد أكملتم التمارين أو كتابة التمارين من الكتاب الأول إلى الكتاب الرابع فقبل أن نبدأ نسأل الله جل وعلا أن يبارك فصلنا وقال رسول الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهذا الفصل بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نتعلم أو نحن نتعلم لغة القرآن اللغة العربية هي لغة القرآن إِنَّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فنحن نعرف جميعا بأن القرآن باللغة العربية دي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاللغة العربية هي جزء من القرآن هي آلة لنفهم القرآن والسنة واللغة العربية هي اللغة التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا علم أو معرفته اللغة العربية مهمة خاصة لنا المسلمين والمسلمات لأننا نقرأ القرآن لأننا نقرأ القرآن لأننا نصلي ونقرأ القرآن والقرآن باللغة العربية فاللغة العربية مهمة وأنا أرجو أنكم كلكم بإذن الله سبحانه وتعالى ترغبون في دراسة لغة القرآن وأيضا بنيتنا خالصا لله سبحانه وتعالى نحن نجلس في هذا الفصل ونريد أن نفهم لغة القرآن فبهذه الطريقة أو بهذا العمل الله سبحانه وتعالى ييسر علينا دخول الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل, سهل الله له طريقا الى الجنة فنحن نتمنى نحن ندعو الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا العمل القليل نحن نقضي قليلا من اوقاتنا نستمع الى دراسة لغة القرآن فالله سبحانه وتعالى ييسر علينا دخول جنت جنته بإذن الله سبحانه وتعالى فنحن الآن في كما قلت لكم نحن في الكتاب الخامس نحن في الكتاب الخامس من سلسلة كتب اللغة العربية سهلة فأنا أرجو أنكم أو عندكم إن كتب الذي ليس لهم كتب فيمكنكم أن تتصل بهذا الرقم الذي في ماذا الذي الرقم الذي في أو على شاشات هنا على شاشات فأنتم تتصلون بهذا الرقم بإذن الله سبحانه وتعالى فالكتاب مهم كما قلت لكم لأن الكتاب مثلا في أثناء الدرس أنتم تنظرون إلى الكتب ثم الثاني بعد الفصل أنتم تكتبون كل تمارين في هذا الكتاب وبهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى أنتم تفهمون تفهمون لغة العربية أي لغة القرآن فالآن نحن في الصفحة الأولى الذي له كتاب الآن افتحوا كتبكم إلى الصفحة الأولى نعم افتحوا كتبكم إلى الصفحة الأولى الآن الصفحة الأولى من من الكتاب الخامس من الكتاب الخامس الدرس الأول الدرس الأول الموضوع هنا أو عنوان اسم الإشارة هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد نحن درسنا في الكتاب الأول أسماء الإشارة مثال هذا وذلك وهذه وتلك في الكتاب الأول نحن ندرس مذكر مثلا مثلا نقول هذا هذا قميص مثلا أو هذا طالب هذا طالب نعم هذا طالب بمعنى هذا هو اسم إشارة للمذكر للمذكر المفرط القريب إذا كان الطالب قريب مني فأنا أقول لكم هذا طالب هذا طالب أو يمكن أن أزيد في الجملة نقول هذا طالب ذكي هذا طالب ذكي فهذا طالب هو جملة كاملة فإذا كنا هذا طالب ذكي فذكي هو صفة أو هو نات درسنا هذا فإذا كان بعيدا نقول ذلك طالب هذا للقريب وذلك للبعيد هذا طالب فإذا كان بعيدا عني نقول ذلك طالب واضح فإذا كان كثيرا كثيرا مع أنه أكثر من اثنين مثال قريب مني هناك ثلاثة طلاب ثلاثة طلاب جعفر علي مثلا حسن فنقول هؤلاء طلاب كما درسنا في الكتاب الرابع هؤلاء طلاب فإذا كان بعيدا نقول أولئك طلاب واضح أولئك طلاب مرة أخرى مرة أخرى هذا الموضوع الآن نحن ندرس أسماء الإشارة هؤلاء وأولئك هؤلاء درسنا في الكتاب الرابع الآن للبعيد أولئك مثال الطالب بعيد عني اسمه جعفر فأنا أكون جملة أقول ذلك ذلك طالب نقول ذلك طالب واضح فإذا كان كثيرا معناه هناك الطلاب هناك أكثر من واحد أكثر من اثنين فنقول أولئك طلاب أولئك طلاب ذلك طالب للمفرد وجمع أولئك طلاب بمعنى أولئك وذلك للبعيد معنى البعيد البعيد ضد قريب قريب معناه قريب كم مني وبعيد هناك بعيد عن أن عني واضح انا اكتب على السبوره مثلا هنا نقول ذلك نعم ذلك هنا ذلك طالب ذلك طالب فجمع جمع نقول اولئك 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 تلا... أولئك تلابون واضح؟ فإسم الإشارة هنا ذلك هنا ذلك للبعيد ذلك فهنا أولئك نقول أولاء نعم أولئك أولئك تلا... تلابون كلاهما للبعيد لكن الفرق بين ذلك وأولئك ذلك للمفرد ذلك للمفرد معنى واحد كواحد ل ذلك أما أولئك فهذا اسم الإشارة لكثير لكثير معناه أكثر من إثنين واضح مثال نحن درسنا في الكتاب الرابع طالب هو مفرد طالب هو مفرد ما جمع طالب هنا طلاب طالب كمفرد جمعه طلاب واضح مثلا تاجر تاجر ما معنى تاجر الذي يتاجر نا يتاجر له دكان كمثال او يبي او كشايت فتاجرون تاجرون هو مفرد جمعه تجارون فنقول ذلك ذلك تاجرون جمعون اولئك تجارون ذلك تاجر جمعون اولئك تجارون اولئك تجارون واضح مثال اخر ولد ما نوالت ولد نوالت كي ولد مثلا لي ولد وجمعون اولاد جمعون او, أو اولاد فنقول ذلك ذلك ولد جمع اولئك اولاد ذلك ولد جمع اولئك اولاد اهم شيء يجب عليكم ان تعرفوا يجب عليكم ان تعرفوا بان ذلك واولئك اسم الاشاره للبعيد مع انه ليس قريب للدوق قريب اما اذا كان قريب اذا كان قريب نقول هذا مثلا نقول هذا هذا طالب هذا طالب فجمع نقول هؤلاء 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 طلاب فهذا هذا وهؤلاء للقريب هذا وهؤلاء للقريب أما للبعيد معنى بعيد بعيد معناه ضد قريب بعيد مثلا هناك هناك بعيد فنستعمل ذلك إذا كان مفرط فنستعمل أولئك إذا كان جمع إذا كان جمعا واضح هذا؟ فهذا هو الموضوع كفي في الدرس الأول عنوان في الدرس الأول نحن الآن ندرس اسم الإشارة هؤلاء للقريب هنا هؤلاء للقريب وبعيد هنا أولئك للبعيد وكلا وكلاهما ما معنى كلاهما هنا كلاهما بمعنى هؤلاء و كلاهما اثنان مثال مثال هذا قلم وهذا قلم هذان قلمان يعني. كلاهما كلاهما جديد كلاهما جديد معناه اثنان هذا القلم وهذا القلم وكلاهما جديد فهنا للبعيد وكلاهما هنا معناه كلاهما هنا بمعنى كلاهما بمعنى هؤلاء وأولئك هؤلاء أولئك وكلاهما يدل على يدل على جمع المذكر للعاقل جمع المذكر للعاقل ما معنى للعاقل أنا بينت لكم في الماضي بأن العاقل وغير عاقل العاقل من إنسان أنا مثلا عاقل نعم أمينة عاقل مدرس عاقل تاجر عاقل، أما سبوره لا غير عاقل، كت غير عاقل، واضح؟ قلمون غير عاقل، العاقل هو إنسان غير عاقل هو غير إن غير إنسان فهنا نحن نركز كالعاقل مذكر والمؤن مؤنث مثال مدرس عاقل رئيس هنا رئيس هنا رئيس كي رئيس هنا رئيس معناه رئيس مثلا رئيس بيت رئيس بيتي رئيس, رئيس, رئيس البيت أو رئيس الفصلي واضح؟ رئيس البيت أب هو رئيس البيت مثلا أنا أب فأنا رئيس رئيس البيت مثلا في هذا الفصل هناك طلاب فأنا أختار واحد من طلاب يكون رئيس الفصل هو رئيس الفصل معناه هو رئيس مثل رأس كمثل رأس فرئيس رئيس قبيله مثلا قبيله رئيس قبيله فمعناه هو, هو 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 في الأمام كي هو هو في في الامام فالرئيس نقول رئيس فهمتم ورئيس هو رئيس هو عاقل هو عاقل ففلاه من فلاح هنا الذي يعمل في في الحقل في مزرعه مثلا في حقل الارز فيسمى فلاحون فلاحون فهمتم الذي يزرعون الارز يزرعون القدروات مثلا ويزرعون الذي يزرع الذي يزرع الفواكه فيسمى فلاح ففلاح وعاقل مهندس كمهندس مهندس ايضا عاقل مدير عاقل فمدير اذا قلنا مدير المدرسه مدير المدرسه مدير مدير في المدرسه ليس مدرس هو مدير المدرسه فمدير هو عاقل او مدير الشركه شركه مدير الشركه ايضا عاقل وطالب وتاجر مثلا تاجر وعامل عامل من الذي يعمل الذي يعمل مثلا لي شركة أو عندي شركة فهناك عامل الذي يعمل معي فهو عامل فهمتم؟ فعامل وطفل كطفل أيضا طفل طفل عاقل اه. وعالم عالم عالم عاقل من الذي الذي له علم okay. عالم ونجار كنجار من النجار الذي الذي يفعل بيت اللذي... مثلا كراسي مثلا دولاب فنكون نجار فَالْعَاكِلُ فالآن نحن نركز 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 إلى العاقل ما معنى عاقل عاقل هو ضد غير عاقل عاقل هو إنسان هو إنسان مهندس مدرس طالب ولد عاقل واضح فهنا انظر نحن نقرأ كما أن اسم الإشارة هؤلاء للقريب معناه هنا هؤلاء للقريب هؤلاء لي القريب مثلا كي قريب كي مني قريب كي مثلا زملائي زميل كي جمعه زملائي فمثلا كي لي زملاء جعفر حسن حسين كي يوسف فنقول هؤلاء هؤلاء زملائي هؤلاء زملائي فهمتم لماذا لان زملائي الان قريب هم الان كمائي في الفصل مثلا او في مكان واحد اما اذا كان بعيدا إذا كنا بعيدا الآن كزملائي هم بعي بعيد عني فماذا أقول أولئك أولئك زملائي أولئك زملائي فزميل كمفرد جمعه زملاء فهنا ماذا يقول اسم الإشارة هؤلاء هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد وكلاهما يدل على جمع المذكر للعاقل معنى للعاقل كما قلت لكم نحن نركز نركز على العاقل ما أنه على الإنسان إنسان مثال هنا مثال رقم أول مفرد مذكر وهنا جمع هنا مفرد مذكر هنا مفرد وهنا جمعون ما معنى جمعون جمعون من أكثر من اثنين مثال كي رقم أول أنتم رقم أول هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس هو مفرط هذا مدرس فجمع هؤلاء مدرسون هؤلاء مدرسون هذا مدرسون جمع هؤلاء مدرسون أيمكننا أن نقول هذا مدرسون أيمكننا أن نقول هذا مدرسون لا هذا خطأ هذا خطأ لماذا لأن مدرسون جمع فاسم الإشارة لابد أن يكون جمعا فنقول هؤلاء مدرسون لا يمكن نقول هذا مدرسونا فمعرفة جمع مهم معرفة جمع مهم كما قلت لكم كما قلت لكم او بينت لكم باذن الله سبحانه وتعالى في ماذا في ماذا في, في الكتاب الرابع فلعل لعلكم تراجعون الدروس في الكتاب الرابع في الدرس الثالث في الكتاب في الكتاب الرابع فنحن درسنا جمعا درسنا جمعا للمذكر وللمؤنث مثلا تاجر كمفرد جمعه تجارون طالب كمفرد جمعه طلابون مثلا ولد كمفرد جمعه أولاد غني كمفرد جمعه اغنياء فيحتاج الى مراجعه فلعلكم تراجعون الدروس في الكتاب الاول في الدرس الثالث في الكتاب الرابع ولعلكم تراجعون باذن الله سبحانه وتعالى فالان انظر هذا مدرس هذا مدرس جمؤ هؤلاء مدرسون هؤلاء مدرّسونا رقم ثاني هذا رئيسٌ هذا رئيسٌ جمعٌ هؤلاء رؤساءٌ هؤلاء رؤساءٌ فهذا رئيسٌ جملةٌ كاملةٌ هذا رئيسٌ جملةٌ كاملةٌ كما بيّنت لكم الجملة الاسمية تتكون تتكون من مبتدأ والخبر إذا قلنا مثلا هذا طالبٌ هذه جملةٌ كاملةٌ هذه جملة مفيدة هذا طالب هذا مبتدا وطالب هو خبر هذا طالب واضح فإذا قلنا هذا رئيس جملة كاملة هذه جملة كاملة فهمتم لكن إذا قلنا مثلا هذا رئيس هذا رئيس كبير وكبير هو صفة أو نعت لكن هنا هذا رئيس رقم ثاني هذا رئيس جملة كاملة جمع هؤلاء رؤساء هؤلاء رؤساء هذا رئيس جمع هؤلاء رؤساء رقم ثالث رقم ثالث هذا فلاح مسكين هذا فلاح مسكين جمع هؤلاء فلاحون مساكين نعم هذا فلاح مسكين وفلاح مفرد مسكين هو مفرد هذا اسم الإشارة يدل على المفرد فجمع هؤلاء فلاحون مساكين هؤلاء فلاحون مساكين أيمكننا أي أن نقول هذا فلاحون مساكين لا هذا خطأ هذا غير صح. صحيح إذا كنا هذا فلاحون هذا خطأ لماذا هذا اسم الإشارة يدل على المفرد أما الفلاحون وجمع هذا خطأ فالصحيح هؤلاء فلاحون مساكين هؤلاء فلاحون مساكي مساكين فمساكين صفه الرقم الرابع هذا مهندس ماهر هذا مهندس ماهر كماهر ماهر كماهر كماهر معروف ماهر مثلا اقول هذا المدرس هو ماهر في تلاوه القران هو ماهر في تلاوه القران فهمتم ولدي مثلا ولدي هو ماهر في حساب مثلا في ماثيماتكس هو ما ماهر فهمتم هو ماهر فماهر كي ماهر ما معروف فهنا نقول هذا مهندس ماهر مهندس ما ماهر فهمتم متخصص نما هذا فهذا مهندس ماهر فجمع هؤلاء مهندسون ماهرون هؤلاء مهندسون ماهرون ما معنى بمعنى قريب مني هناك مهند مهندسون مهندسون ماهرون و هؤلاء قريب قريب مني هؤلاء قريب مني مثلا في هذا المكان او في المستشفى مثلا او في في في, في المصنع في مكان كي واحد وهم قريب مني وانا اقول لكم هؤلاء مهندسون ماهرون هؤلاء مهندسون ماهرون واضح الرقم الخامس رقم الخامس هذا مدير شديد كما قلت لكم مدير يطلق نعم يطلق Uh, لي يطلق للمدرسة أو للشركة مثلا نقول مدير الشركة أو مدير المدرسة مدير المدرسة أو مدير الشركة مدير نعم من أدار يدير فهنا نقول هذا مدير شديد نعم شديد عكسه لين شديد مثلا كي أنا أنا مدرس لغة عربية فأنا شديد على الطلاب ما معنى؟ بمعنى طلابي مثلا يجب عليهم ان يستمعون الى الدروس لا يلعبون في الفصل واذا لعب في الفصل فانا اخرجهم من الفصل فانا شديد فهمتم وطلاب يجب عليهم ان يكتبوا الواجبات مثلا اذا ما كتبوا الواجبات فانا اخرجهم من الفصل فانا مو... انا انا مدرس شديد انا مدرس شديد شديد أبون كي شديد كي مثلا مدير كي شديد. فهنا نقول هذا مدير شديد، مدير شديد، فجمع هؤلاء مديرون أشداء، هؤلاء مديرون أشداء، فمدير كمفرد جمعه مديرون، وشديد كمفرد جمعه أشداء، واضح؟ معناه الآن الخلاصة أنتم هذا هذا وهؤلاء اسم الإشارة للمذكر. للمذكر للمذكر وهذا يدل على القريب وهؤلاء يدل على القريب. كلاهما كلاهما يدلان على القريب يدلان على القريب بمعنى اذا كان قريب نستعمل هذا وهؤلاء ما الفرق بينهما هذا ل هذا للمفرد وهؤلاء للجمع لجمعه مثلا نقول هذا ولد لماذا لان هناك ولد واحد فإذا كان أولاد كثير أولاد فنقول هؤلاء أولى أولاد وكلاهما للقريب معناه الوالد أو أولاد قريب مني واضح؟ الآن نذهب إلى ذلك انظر ذلك ذلك جمع أولئك قبل قليل هذا جمعه هؤلاء الآن ذلك جمعه أولئك ذلك جمع جمعه أولئك وذلك وأولئك يدلاني على البعيد معناه معناه هؤلاء بعيدا عني مثال okay, مثال طالب الطالب بعيد عني فنقول ذلك طالب ذلك طالب فهمتم ذلك طالب فإذا كان الطلاب كثير طالب كمفرد جمعه طلاب فنقول أولئك أولئك طلاب انظر ذلك, ذلك جمع جمع ذلك أولئك قبل قليل هذا هذا جمع هذا هؤلاء ذلك جمع أولئك جمع ذلك أولئك جمع جمع ذلك أولى أولئك واضح فهنا ذلك فجمعه أولى أولئك مرة أخرى مثلا كزميل لي زميل اسمه جعفر وهو بعيد عني فنقول ذلك زميلي ذلك زميلي فإذا كان جمعا إذا كان جمعا معنى هناك زملاء زميل كمفرد جمعه زملاء مثلا زملائي حسن كيوسف وإبراهيم وزكريا مثلا فنقول هؤلاء هؤلاء أو نقول أولئك 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 زملائي أولئك زملائي فمرة أخرى ذلك وأولئك للبعيد ما الفرق بينهما ذلك ذلك للمفرد وأولئك للجمع وكلاهما للبعين كلاهما للبعين واضح الرقم السادس عندما الرقم السادس هنا ذلك طالب ذكي معناه بعيد ذلك ذلك طالب ذكي ذلك طالب ذكي جمع أولئك نقول أولئك طلاب أذكياء أولئك طلاب ما أنه كثير اكثر من اثنين أولئك طلاب اذكياء طالب مفرد جمعه طلاب وذكي مفرد جمعه اذكياء واضح اذا كان واحد نقول ذلك ذلك طالب ذكي فاذا كان جمعا اذا كان جمعا ما اكثر من اثنين نقول اولئك طلاب اذكياء اولئك طلاب اذكياء الرقم السابع رقم ذلك تاجر غني ذلك تاجر غني ما معنى غني غني عكسه فقير او مسكين غني معناه ماله كثير له سياره نعم سياره كبيره مثلا له بيت بيت كبير بيت كبير وله له له اموال كثيره فغني كي okay, yeah. هذا غني yeah. فدائما كمثلاً دائما يسافر الى اماكن خارج البلد مثلا لماذا لان لان امواله كثير فنقول ذلك ذلك تاجر غني تاجر معنى هو الذي يتاجر يبيعون كشيء شيء فذلك تاجر غني فجمع اولئك نقول اولئك تجار اغنياء اولئك تجار اغنياء ذلك مفرد واولئك جمع ذلك تاجر غني وَأُولَئِكَ تجار أغنياء أولئك تجار أغنياء أغنياء الرقم الرقم ثامن ذلك عامل كسلان ما هو عامل؟ عامل الذي يعمل كما مثلا كلي لي لي شركة نعم لي شركة فالذي يعمل كما جعفر هو يعمل وهو عامل عامل دِدٌّ مُجْتَهِدٌ الطالب المجتهد من الطالب المجتهدون الطالب الذي يراجعون الدرس الذي يكتبون الواجبات نعم الذي لا ينام في الفصل، الطالب مجتهد، أما الطالب كسلان أو الطالب الكسلان، يعني الطالب الذي ينام في الفصل لا يكتب الواجبات، لا يستمع لا يستمعون إلى الدروس مثلاً، يلعب في الفصل، يتكلمون في الفصل، هكذا نام، وذلك الطالب كسلان كسلان، فهنا نقول عامل كسلان، يعني لا لا يعمل هو يأتي إلى 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 إلى, 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 إلى العمل ويمكن ينام أو يعمل قليلا كي يستريح كثيرا فهو كسلان فنقول عامل كسلان ذلك عامل كسلان جمع اولئك عمال كسالى اولئك عمال كسا كسالى اولئك عمال كسالى فعامل كمفرد جمع عمال وكسلان مفرد جمعه كسالى نعم كسلان مفرد جمعه كسا كسالى فهمتم مثلا نقول هذا ولد كسلان فجمع هؤلاء أولاد كسالا هؤلاء أولاد كسا كُسالة الرقم التاسع رقم التاسع طفل صغير طفل ما طفل ن طفل صغير الصغير فطفل ليس رجل طفل يمكن أقل من عشر سنوات فنقول طفل كصغير ها ذلك طفل ذلك صغير معناه هناك طفل كبعيد فنقول ذلك طفل صغير ذلك طفل صغير فإذا كان كثيرا أكثر من اثنين نقول أولئك هنا أولئك أطفال صغار أطفال صغار وطفل مفرد جمعه أطفال وصغير في جمعه صغار واضح فنقول أولئك أطفال صغار أولئك أطفال صغار الرقم العاشر ذلك عالم متواضع ذلك عالم متواضع ما هو متواضع متواضع ضد متكبر المتكبر مثلا نعم له له علم لكنه يتكبر يتكبر ويقول بان انا عالم وانا اعرف كل شيء كي مثلا انتم تسالوا كل شيء انا اجيبه نعم لي علم كبير فهذا رجل او هذا عالم متكبر متكبر ضد متواضع متواضع معناه الرجل او العالم له علم لكنه متواضع إذا سئل مثلا وقال كلا أنا لا أعرف أنا لا أعرف لا أعرف لا أعرف كثير العلم إلى الله سبحانه وتعالى فهمتم فمتواضع متواضع ضد ضد متواضع متكبر فهنا ذلك عالم متواضع ذلك عالم متواضع فجمع أولئك علماء متواضعون أولئك علماء متواضعون عالم مفرد جمعه علماء ومتواضع مفرد جمعه متواضعون أما نحن هنا في ماليزيا ونحن نستعمل لفظ مفرد أو لفظة جمع للمفرد مثلا نقول جعفر علماء وهذا خطأ هذا خطأ لماذا؟ لأن علماء نحن نأخذ من اللواتي العربي هذه كلمة اللواتي عربية لكن علماء للجمع لي ليس للمفرد لي فإذا كنا إذا قلنا مثلا جعفر علماء هذا خطأ الصحيح جعفر عالمون ليس علماء واضح فهنا ذلك عالم متواضعون فجمع أولئك علماء متواضعون متواضعون مفرد جمعه متواضعون واضح الرقم العاشر رقم الحادي عشر نم ذلك نجار ماهر كما قلت لكم كي نجار كما يعني أنه الذي الذي يصنع الذي يصنع كراسي مثلا او مكاتب او دولاب مثلا او البيت نحن نقول نجار نجار معه هو كده ايمان وميترو مثلا فنجار نجار ماهر كما بينت لكم قبل قليل ماهر ماهر كي جدا المدرس ماهر كي في تدريس مثلا الطالب كي ماهر كي في ماذا في في, في 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 اسئله مثلا فهنا هذا او ذلك نجار ماهر ذلك نقول ذلك نجار كماهر نجار ماهر فجمع أولئك نجارون ماهرون فنجار مفرد جمعه نجارون وماهر مفرد جمعه ماهرون واضح الخلاصة الخلاصة أن في هذا الدرس في الدرس الأول نحن ندرس اسم الإشارة هؤلاء في الحقيقة نحن قد درسنا في الكتاب الرابع هؤلاء هو جمعون جمعون جمع للقريب للقريب أما أولئك أولئك هو جمعون للبعين معنى هو بعين وكلاهما جمعون للعاقل للعاقل لماذا؟ لأن لوار العاقل نحن سندرس في فيما بعد وليس الآن نحن الآن نركز كل العاقل فمرة أخرى أنا أقول لكم هؤلاء وأولئك كلاهما للجمع للمذكر الجمعي واضح لكن الفرق بينهما هؤلاء هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد مثلا مدرس كي هنا مدرس فمدرس هناك ثلاثة أو أربعة مدرس نقول هؤلاء مدرسون هؤلاء مدرسون فإذا كان بعيدا إذا كان بعيدا إذا كان بعيدا إذا كان بعيدا كي عني فنقول اولئك اولئك مدرسونا اولئك مدرسونا الفرق بينهما هؤلاء للقريب واولئك للبعيد اولئك للبعيد واضح؟ فهذا هو نعم الفصل اليوم الفصل الاول انا ارجو انكم كتفهمون وكما قلت لكم انا اجعل فصلين من كل فصل معناه مثلا الان نحن في الفصل الاول صحيح؟ والفصل الاول هناك فصلان الفصل الأول الأول أنا أتكلم باللغة العربية و وأيضا باللغة الماليزية مع هناك ترجمة إلى اللغة الماليزية مع أنه سهل عليكم أن تفهموا أما الفصل الثاني الآن الفصل الأول أيضا لكن التدريس باللغة العربية تماما مع أنه أنا أتكلم فقط باللغة العربية فالذين يريدون أن يمارسون فهم باللغة العربية أنتم تريدون أن تعرفوا هل أنتم تفهمون اللغة العربية؟ هل أنتم تفهمون إذا كان التدريس باللغة العربية فهذا هو الفصل. معناه هناك اختيار. الفصل الأول باللغة الماليزية والعربية. وهذا الفصل معناه الفصل فصل فصل أول فقط باللغة العربية. معنى التدريس باللغة العربية فيمكنكم أن تستمعون إلى يمكنكم أن تستمعوا إلى, إلى الفصلين إلى فصلين إلى فصلين. فلعلكم تفهمون أرجو أنكم تفهمون فمرة أخرى أنا أقول لكم بأن هذا الفصل نستعمل كتب اللغة العربية سهلة ونحن الآن في الكتاب الخامس الذي يريد كتاب هذا الرقم هنا هذا الرقم هنا فهمتم هنا رقم هنا 0199354122 0199354122 إذا أردتم الكتب والكتاب مهم أنتم الكتاب مهم لماذا؟ الكتاب مثلا في اثناء درسي انتم تنظرون الى الكتب تنظرون الى الكتب وبعد الفصل انتم تكتبون كل التمارين التي في هذه الكتب وكتابه الواجبات او كتابه التمارين مهمه جدا مهمه جدا فهناك شرط او من شروط لفهم لغه القران شروط لفهم لغه القران واضح؟ فمرة أخرى أنا أرجو أنكم تشاركونا تفعلنا الشيء مثلا تشاركونا مع الآخرين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدال على الخير كفاعله معناه نحن إذا فعلنا هذا فيمكن هناك بفعلنا بعملنا فنحن نفعل الشيء نشارك فهناك أحد مثلا يرى هذا الفيديو فيرغب في دراسة لغة القرآن ويستفيد من هذا الفصل فيدرسنا الأجر ليس فقط له ولنا لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدال على خير كفاعله واضح هذا فلعلكم تفعلون شيئا تشاركونا مع الآخرين فنحن نتمنى أن كثيرا من الناس بإذن الله سبحانه وتعالى يستمعون إلى دروسنا ويأتون إلى فصولنا ويرغبون في دراسة لغة القرآن اللغة العربية هي لغة القرآن فنسأل الله جل وعلا بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا العمل القليل، الله سبحانه وتعالى يسر علينا دخول جنته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحن الآن نحن الآن نريد أم لا؟ هل نريد أن نفهم لغة القرآن أم لا؟ الدروس أمامنا فنحن لابد أن نغير أنفسنا قبل أن يغير يغيرنا الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفوه بأنفسهما فنتوقف هنا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا فأنا أرى هنا مثلا جزاكم الله خيرا جزاك نعم جزاكم الله خيرا حاج دلفا وحاج نونيا ما شاء الله أكبر نعم ما شاء الله نعم فالذين معي جزاكم الله خيرا نعم جزاكم الله خيرا فان شاء الله كي انا انا سابين كي اكثر فيما بعد في الفصل القادم باذن الله سبحانه وتعالى لعلكم تتابعون فيسبوك فيسبوك نعم مودا وايضا كي هنا يمكنكم ان تذهبوا الى الى يوتيوب يوتيوب وانتم تكتبون نورلي اربيك نورلي اربيك -O -O نورلي اربيك هذا في يوتيوب في يوتيوب فالدروس كي موجود هناك من الكتاب الاول الى الكتاب الرابع فأنتم تذهبون وتراجعون الدروس وتستمعون وتفعلوا داونلود وتستمعون إلى أي وقت أو تشاهدون في أي وقت تريدون واضح هذا فجزاكم الله خيرا نحن نتوقف هنا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته